مطاردة في عمق المتوسط بين الشرطة الأسبانية ومهربين مقنعين غير مبالين بهم. زورق سريع بطول 14 مترا قبالة ساحل قرطاجنة. يبدو أن أصحابه لم يملكوا قدرا كافيا من الحظ ذاك اليوم، فاكتشفته طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة الأسبانية. مطاردة هوليوودية استمرت 5 ساعات، وعندما فقد المهربون الأمل حاولوا التخلص من حمولتهم في الماء. الزورق المحمل بالحشيش سقط في قبضة الشرطة التي اعتقلت أفراده 5، وصادرت 2 طن من الحشيش. كانت العصابة تعتزم تهريبها من المغرب إلى إسبانيا. مسلسل المطاردات هذا مستمر رغم الرقابة الشديدة التي تنتهجها الرباط ومدريد على هذا النوع من التجارة الممنوعة. وفي كل مرة يبتكر المهربون طرقا جديدة في محاولة للإفلات بحمولتهم من الشرطة. فتكلفة الكيلو الواحد من الحشيش المغربي تتراوح ما بين 400 و600 يورو، ليرتفع ثمنه إلى 2000 يورو في إسبانيا. تهريب المخدرات متجذر منذ سنوات في الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب. لا يقف في طريقه سوى حصار طويل فرضته السلطات المغربية. تلته جائحة كورونا، حرب شرسة بلا هوادة تنجح تارة وتعجز تارة أخرى. فما يزرع في المغرب يغزو أوروبا.